طبعا بداية معانا أول دايرة اللي هي دايرة الاستيبل واللي وظيفتها إن هي تقوم بسكوير ويف، إن هي تخرج لنا دايرة سكوير ويف. وأهم المكونات اللي عندنا في الدايرة دي ببساطة خالص تيست بورد مقاومات، ومعانا الأهم عنصر في الدايرة اللي هو 741 الاي سي، وده الاوبريشنال امبليفاير، وده اللي هيقوم بتوليد الموجة عن طريق شوية الحاجات الموجودة دي وسلوك ومكثف. بداية معانا نبدأ بتعريف الاي سي 741. عشان نعرف ازاي نرقم الاي سي 741، طبعا اي اي سي بيكون ليه زي ما احنا شايفين كده كيرف موجود، وده اللي بيحدد مكان الاي سي او بدايته. ورقم واحد هنا بتكون دايره بتحددها عن طريق الدايره دي، فرجل الاي سي رقم واحد اللي هي في الدايره دي. نبدا نرقم من هنا 1 2 3 4 ونيجي نكمل كده 5 6 7 8. الاي سي ده باربع رجول، والكلام اللي انا بقوله ده طبعا بيمشي على اي اي سي احنا عايزينه. طبعا بدايه في توصيل الدايره لازم نوصل الدايره، لازم نوصل اي اي سي في النص، عشان لو وصلناها في اي مكان هنا او هنا بيحصل عليها شورت سيركت، فاحنا بنوصلها في الفراغ اللي هنا بينا عشان ما يحصلش ايه توصيل بين الرجول الثمانيه. نبدا نحطها وبنضغط عشان نعرف اذا كان عشان نتاكد ان الاي سي وصلت في التست بورد. وبنبدا نوصل حسب الاسكيماتيك اللي طبعا كان ظاهر معانا في اول الفيديو. طيب بداية كده احنا عندنا في دايرة في مقاومة 220 متوصلة. التعامل مع بسم الله، اول حاجة في التعامل مع الاي سي هو ازاي نعرف نغذيه زي اي جهاز عادي. اي جهاز عادي بيبقى عايز، او اي حاجة في الدنيا بتبقى عايزة حاجة اللي تشغلها اللي هي الموجب والسالب. فعندنا هنا تغذية الاي سي دي، الموجب بتاعه هو الرجل رقم 7 اللي موجودة هنا، والرجل رقم 4، وده هنبدا نجيب منها سلك ونوصل على حسب الموجب اللي انا ببقى حدده على التست بورد. يعني رقم 7 ناخد منها سلك. اخدنا تغذيه من الرجل رقم 7 وهنوصلها بالموجب اللي احنا محددينه، ايا يكن، سواء هنا موجب سواء هنا موجب سواء هنا موجب، على حسب ما احنا بنحدد مسار التغذيه بيها. وبناخد كمان بنغذي الرقبه الرجل رقم 4 بالرقم السالب بتاعنا اللي هو جاي من مصدر التغذيه الاساسي اللي هو. ده بيعتبر السالب بتاعنا ببساطه خالص. وبعد كده هنبدا نوصل الايه الحاجات البسيطه بتاعتنا، زي عندنا مكثف موجود من الرجل رقم 2 متوصله بالارض. يعني ناخد موجب المكثف، المكثف بيبقى ليه طرفين، واحد موجب واحد سالب، غالبا بيبقى الطويل هو الموجب والقصير هو السالب، ولو الرجلين متأثرين فبتبقى عندنا علامة اللي هي دي بتشير للسالب. أول حاجة هنوصل بين الرجل رقم 2 والسالب، ناخد في أي مكان كده ونوصل، وناخد سلك ونوصل السالب مع السالب. كده وصلنا المكثف. طيب في عندنا مقاومة 220 موجودة بين مقاومة 220 موجودة بين الرجل رقم 2 والرجل رقم 6. عندنا رقم 6 موجودة 5 6. في الموجود كمان مقاومة 220 كيلو برضو بين الرجل رقم 6 والرجل رقم 3. ادي الرجل رقم 6 زي ما احنا شايفين والرجل رقم 3. وعندنا كمان 10 كيلو
بين الأرضي اللي احنا واخدينه وبين الرجل رقم تل... مع الرجل رقم 3. ادي الرجل رقم 3 كده، يبقى الدايرة خلصت.